في مصور الكريم صور نفسك. يعني لف لك الكاميرا، شوفوا لنا كاميرا تصور. اقول لكم ليش، ليش ابغاكم تصورون يا شباب؟ يا شباب يسوي، يقدر يا ذيبان يقدر يعني يصور نفسه. صور نفسك يا ايوه. شوفوا هذا اللي على الكاميرا الان عبد الرحمن ابو حامد، وهو اللي ماسك الكرين، هو اللي يصور نفسه. شاب سعودي اليوم يقولون لي الشباب تخرج من جامعة الملك سعود في بكالوريوس لغة إنجليزية، صح ولا لا؟ بكالوريوس لغة إنجليزية، له سنة شغال معانا مصور ما شاء الله، سنة شغال معانا مصور، يبدأ معانا أو ما أعرف متى يبدأ، بس يخلص معانا واحدة بالليل، ومعناته ثاني يوم الصباح هو في الجامعة محاضرات ومحاضرات واختبارات. شاب سعودي أنا جدا مبسوط وفرحان، بلغوني الحين الشباب قبل شوي وقت أخبار شوت، وأبارك لك عبد الرحمن، برافو عليك، استاهل والله، مليون مرة برافو، لأنك شاب نشيط مكافح وبطل، تشتغل معنا إلى واحدة بالليل وتقوم الصباح تحضر محاضراتك، وأخذت اليوم الشهادة. إن شاء الله بإذن الله تكون أفضل من كذا بكثير، نشوفك مكان ذيبان في يوم من الأيام، ليش لا؟ تصير مكانه، تستاهل تستاهل ذيب. عبد الرحمن ألف مبروك. شوف اليوم قلنا بتصير مكان ذيبان، ما عاد تصور، ما عاد قطع عليه، قطع عليه. يستاهل والله، ومثال ونموذج يعني للشاب الطموح يعني. يستاهل والله العظيم، أنا فرحان لك كثير. توفيق. قالوا لي الشباب قبل شوي، قلت لازم نبارك له، لأنه فعلا شاب طموح، اللي يقعد إلى واحدة بالليل ويقوم ثاني يوم الصباح وجامعة ويحصل هالشهادة. لازم كل الشباب يتعلمون أنه ما في شيء بالسهل، ولغة إنجليزية، وما في شيء بالسهل. برافو عليك عبد الرحمن، برافو عليك، ترى مصور محترم.